السلام عليكم. إن شاء الله راح نكمل شرح البارت الأول من هذا التشابتر، نفوت بارت 2. البارت 2 اللي هو نكون هو حل المعادلة الإكويشن أوف موشن، اللي هي المعادلة هاي. هسه هيك كيف بنحلها؟ هسه لما نرجع لسوالف الرياضيات بنعرف إنه إحنا بدنا نحل السكند أوردر نان هوموجينيوس إكويشن، بنحلها من إنه الثابت تبعها، يعني مكان، يعني هيك أنا كنت فاهمها، إن أول شيء خلي معامل اليو واحد مثلا إذا بتحب، فاليو دبل دوت، فبالتالي يو دبل دوت زائد كي على ام، انقسمت على ام يعني، في يو بيساوي زيرو. هسا شو كنت أعمل أنا بالرياضيات؟ أقول الار دبل اليو دبل دوت بسميها ار تربيع زائد كي على ام. كي على ام هي إشي اسمه الناتشرال فريكونسي تربيع، يعني هي أوميجا تربيع، في إيش؟ اليو بتكون ار بيساوي زيرو. يعني هيك هي حلها يعني بالرياضيات، لانه احنا بنفرض انه الاقتران اي قوة لامدا تي مثلا، وبشتقه مرة بيكون لامدا ولامدا تربيع، فبتصير هاي المعادلة، او اي في ار قوة تي. فبعد ما تطبق السوليوشن هذا بيطلع معك الاشي هذا، فبالتالي بنستنتج انه في عندي مصطلح اسمه اوميجا، وهو عبارة عن جذر الكي اللي هو الستيفنس، مش اي ستيفنس، ستيفنس السيستم يعني الايكويفالنت على الماس للسيستم او للجسم اللي بدرس له الفايبريشن. فالأوميجا هي جذر الكي على ام، فالأوميجا تربيع كي على ام، هاي فأنا سميتها ايش؟ أوميجا تربيع. تمام، فهي شو محلها؟ طبعا اما تكون ار صفر وهذا الشيء ما بدنا اياه، او من يكون عندي ار تربيع بتساوي سالب أوميجا تربيع، اللي هي عبارة عن ايش؟ لو بدي اخذ الجذر ار بتساوي أوميجا في جذر السالب واحد. جذر السالب واحد عبارة عن ايش؟ عن الاي. فبالتالي حل المعادلة بده يكون اي قوة اوميجا اي في تي، وتي حسب المعادلات الرياضية اي قوة اوميجا اي في تي، او سالب اوميجا اي في تي. فهاي حلها بالنهاية بعد الاشتقاقات الرياضيات، انه في عندي قانون الاي في تي والى اخره، بيطلع معي حل المعادلة يو بتساوي اي في كوساين أوميجا تي زائد بي في ساين أوميجا، ساين مش ساين، ساين أوميجا تي. هيك حل المعادلة التفاضلي دائما لمعادلة سكند أوردر، سكند أوردر لأنه هو هوموجينيوس، وبيطلع عند الجواب جذر سالب، الروت تاعون المحل سالب، بكون حلها زي هيك. طبعا بالرياضيات كان اسمهم سي 1 وسي 2، انا سميتهم زي الكتاب. هسه شو هاي هي المعادله. هسه كيف بدي اوجد اي وبي؟ بنعرف انه لما نوجد السي هاي من الانيشال كونديشن، بنفرض انه اليو انيشال هي يو انيشال، يعني عند الزمن صفر يو بتساوي اليو، واليو دوت اللي هي السرعه عند الصفر بتساوي السرعه عند الصفر، او في بنسميها اذا بدنا، خلينا نسميها في، تمام، مبدئيا في نوت. فشو بعمل؟ بطبق المعادلة، يلا يو عند الصفر بتساوي صفر، فيو نوت شو بدها تكون؟ اي كوساين الصفر، كوساين الصفر كم؟ واحد، فبالتالي اي كوساين زائد ساين الصفر صفر، فبالتالي اي عبارة عن ايش؟ عبارة عن يو نوت، فبالتالي تكون هاي الاي يو نوت. هسا كيف بدي اوجد البي؟ بطبق الانيشال كونديشن الثاني اللي هو اليو دوت، اشتق المعادلة، يو دوت شو بتساوي؟ اي ثابت كوساين اوميجا تي في اوميجا في سالب ساين تي، هاي ضرب طبعا، سالب ساين اوميجا تي زائد بي في اوميجا في كوساين اوميجا تي. فيلا عند الصفر نفس الفكرة، عند الصفر تساوي صفر، يو دوت عند الصفر او اليو دوت شو بدها تساوي؟ ساين الزيرو زيرو قلنا عنه، فبالتالي بصفي عندي بي في اوميجا في كوساين اوميجا تي، طبعا عوض صفر بتكون هاي واحد، فبالتالي بي شو بتساوي؟ اليو دوت على اوميجا. فبالتالي صفت معادلة الفري فايبريشن، طبعا اشتقيتهم زي ما قلنا، مشتق عند الصفر نعوض تي صفر نشوف قديش بيطلعوا. فشو معكي؟ يو راح تساوي الـ A اللي حكينا عنها يو نوت اللي هي الانيشال كونديشن في كوساين اوميجا تي، زائد البي كانت هي عبارة عن الفي نوت اللي هي اليو دوت يعني على الأوميجا، هاي البي والقانون ساين أوميجا تي. هاي المعادلة هي معادلة الفري فايبريشن، احفظها زي اسمك، هاي معادلة الفري فايبريشن. هاي المعادلة كثير مهم انك تعرف شو هي،
معادلة الفري فايبريشن يو نوت كوساين اوميجا تي زائد في نوت على اوميجا في ساين اوميجا تي. هيك انا بقدر احسب الريسبونس تبع مين؟ تبع الفري فايبريشن. فبالتالي اللي بيختلف بهذا القانون طبعا يو نوت وفي نوت بيعطيني الانيشال كونديشن يعني هو، وبحل على اساسهم. لو كانوا صفر بيطلعوا صفر، بس هم ما راح يعطيني اياهم صفار هسه، بعطيني اياهم على مواضع معينه يعني. شبات على قدام راح تصير نستفيد من هذا القانون، نستفيد من الانيشال كونديشن عشان نقدر نكمل الحل. هاي المعادله اما تحفظها زي هيك او تحفظ الايكويشن اوف موشن وبتبلش تشتقها من جديد. تمام، هاي المعادله طبعا هي زي ما هو سوليوشن اوف، هاي قال لي الحل A كوساين اوميجا تي اي او بي ساين اوميجا تي. طبعا كيف حلها؟ حلها رياضيات بحت، والاوميجا تربيعي كي على ام، وحيث الاوميجا جذر الكي على ام. اها، فبالتالي فتنا مصطلح جديد، اوميجا جذر الكي على ام، واللي هو عباره عن الناتشورال فريكونسي في وحده الراد بير سكند. بوحدة الراد بير سكند طبعا بنعرف انه احنا الماس تساوي الوزن على الجاذبية، فبالتالي انا ممكن ابدل القانون في كي في جي على دبليو. طيب انا بعرف كمان انه في شيء اسمه الواي ستاتيك او اليو ستاتيك، اللي هو عبارة عن الفورس او الفورس بشكل عام يعني الوزن على الكي. هذا راح نستعمل القانون كثير لقدام. فبالتالي انا بقدر اطبق الاوميجا في 3 قوانين وكلهم واحد، يعني اعطاني واحد منهم يعني اعطاني المعطيين الكي او الان بقدر احسب الاوميجا. طب تقول لي هذا اعطاني الوزن، طب من الوزن بطلع منه الماس، طب اعطاني يو ستاتيك او بدي احل دلالة يو ستاتيك، انا بعرف ان يو ستاتيك هي الفورس على كي بس يعني. فهي قانون اوميجا. فالاوميجا شو قانونها؟ هي شو اسمها؟ ناتشرال فريكونسي، ناتشرال فريكونسي. وهذا كيف اشتق القانون، كيف طلع الاي والبي، وصلهم لاخر شيء المعادله اللي انا حكيت عنها. وهاي المعادله طبعا سيمبل اوسيليتور فانكشن بناء التايم، يعني هيك بتكانت لك الرسمه، تبلش من هون هيك وتبلش تطلع وتنزل تطلع وتنزل. هاي القيمة من هون لهون هي الواي انيشال، او خلينا نسميها يو كون اعتمدنا حلنا على يو انيشال. المسافة من هون لهون هي يو ماكس، يو ماكس الامبليتيود بالعادة هو بطلب اليو ماكس. يعني مثلا اليو ماكس شو شرطه؟ شرطه انه الماس تبعه هو السرعة، انه الفي بتساوي عنده صفر، فعند اليو ماكس السرعة مالها صفر. وهاي القيمة، هاي القيمة اللي هون المماس اللي هون هو ايش؟ الفي نوت، المماس هو الفي نوت والمشتقة اللي حكينا انا. طيب دائما المسافة بين تو سكسيسيف بيكس، يعني بين بيكين متتاليات بين هذول او هذول، طبعا هي عبارة عن اشي اسمه الناتشرال بيريود اللي هي تي. وهاي قانونها عبارة عن 2 باي على أوميجا. التي عبارة عن 2 باي على أوميجا، ضروري تذكر هذا القانون. فبالتالي عندنا هسه مصطلحات مهمة بتربط الأوميجا، يعني حصر مطالب أو معطيات يعطيني إياها اللي هي التي وإيش اسمه أف والأوميجا أو الكي والأم أو الوزن والجاذبية طبعا. ف بدنا نعرف انه هذا التشابتر كامل بيعتمد على هذول الـ4 شغلات او الـ3 شغلات. التي هي 2 باي على اوميجا، فاوميجا لازم تكون معي او كي او ام معي. الاف تساوي 1 على تي، او هي عباره عن اوميجا 2 باي. هسه هاي وحدتها بالثانيه سكند، هاي وحدتها بالهيرتز او 1 على سكند او سايكل بير سكند. سايكل بير سكند الكي باوند لكل انش، وهاي بدها تكون بالسلاج او اللي هي الحاصل المشتقة الباوند على الجاذبية. الجاذبية هي انش لكل سكند تربيع، حيث الانش لكل سكند تربيع كيف بطلعها؟ اللي هي 32.2 ضرب 12، ركز عليها او بتحفظها 386 او 384 وبتمشي، بس هي هيك الصح. تمام. طيب هاي الفريكونسي البيريود، الاوميجا في تي 2 باي، في تي 2 باي على اوميجا. طبعا الاف كمان اسمها الناتشرال فريكونسي، فبتطلعهم الثنتين دائما بالامتحان. طيب خلينا نحل هذا المثال، هذا المثال كثير حلو نوعا ما، يعني في اساسيات. طيب وين هذا الاكزامبل 1.2؟ شو بقول لي؟ ديترماين ذا ناتشرال فريكونسي فور ذا بيم سبرينج سيستم شون ان ذا فيجر. وين بيم سبرينج سيستم؟ هيو
شو حكالي؟ بقول لي اذا وزن الكتله المعلقه هاي 50 باوند، ومعطيني مربوط بكنتي ليفر بيم وذ سبرينج له ستيفنس كيت، وقيمته 100 مش 1000، ترى كتاب في كثير اخطاء، هاي 100 مش 1000. ذا كنتي ليفر بيم هاز ثيكنس اتش اند ويدث بي، معطيني السماكه والبي، ومعطيني مودلس اوف الاستيسيتي، ومعطيني اللينث له، ومعطيني الستيفنس، هي 100. فكيف اضبح له؟ بقول لك يلا سهل جدا، سهل جدا، لا يغرك الشكل، فيكست بيم عليه ماس وعليه سبرينج زي هيك. هسه هاي كي 2 اسمها قلنا، وهاي هي 50 باوند، كي 2 بتساوي 100، انتبه للوحدات، باوند لكل انش. قال لي طوله 12.5، شو قال لي عن هذا البيم الكنتليفر؟ قال لي انه ريجد، وله كيف عملت ريجد؟ اعطيني سماكه، سماكته طبعا الشكل زي هيك، اعطيني بي واحد والسماكه ربع. شو طالب مني مطاليب؟ طبعا يقول لي احسب لي الناتشرال فريكونسي، يعني بده الاوميجا والاف. انا ما بدي اطلع الاوميجا والاف، تطلع كل شيء. كيف اطلع كل شيء؟ بدي اطلع الاوميجا والاف والتي. طيب اول شغله بدك تعرفها، لازم تطلع الكي ايكوفيلنت. اول شغله كون السيستم فيه عندي عباره عن شغلتين، بيم وسبرينج، فالماس هاي بدي احسب لها السوالف هاي، فكيف بعمل كي ايكوفالنت للسيستم؟ بس هذول كيف مربوطين؟ مربوطين مع بعض سيريز، طلعوا وصله واحده، وصله واحده جايين، فهذول ايش؟ سيريز. فشو قانون السيريز؟ بقول لك كي 1 في كي 2 على كي 1 زائد كي 2، هاي ايش؟ الكي ايكوفالنت. طيب كي 2 معطيني اياها جاذب، ظل كي 1 كيف بحسبها؟ بقول لك هي الستيفنس اللي هو اللو الفورس الواحده الناتجه عن 1 كيلو نيوتن، او الدلتا 1، فبالتالي كي بدها تكون، حكينا انه الكنتليفر قبل شوي هو 3 اي اي على ال تكعيب، هيك حكينا عنه، طبعا معطيني 12.5 انش. طيب الاي معطيني اياها الاي، هذا السكشن، شو قانون الاي؟ البي ضرب ربع تكعيب 12، وبتطلع معي ربع تكعيب 12 تقسيم 12، بتطلع معي واحد، بديش أقرب، 1/768 إنش قوة 4، فبالتالي 3 ضرب الإي، الإي كان معطيني 30,000، 30 ضرب 10 قوة 6، الآي معطيني إياها اللي هي 1، أو حسبتها 6.68 على ال تكعيب اللي هي 12.5 إنش تكعيب. بالتالي كوني عوضت كل شيء بالانش والفورس والهاي بالباوند اللي بي اس اي، فبالتالي بقدر اطلع الكي لهذا السيستم، بيطلع معي 60 باوند لكل انش. بالتالي شو بعمل؟ بعوض بالقانون هذا، بحكي 60 ضرب 100 على 60 زائد 100 اللي هي 160، بيطلع معي الكي اكوفيلنت عبارة عن 37.5. خلص انا هذا اللي بيهمني، بيهمني كي اكوفلنت والماس اللي هي 50، خلص خلصنا. كيف يعني خلصنا؟ يلا اوميجا شو بتساوي؟ جذر الكي على ام، او الكي في جي على دبليو. يلا جذر الكي، كي اكوفلنت 37.5 والجي 32.2 ضرب 12، والدبليو اللي هي 50، 50 باوند، خلص كل شيء محول جاهز، انه الكي وحدته بالباوند. جذر 37.5 ضرب 32.2 ضرب 12 على 50 بيطلع معي 17.02 راديان بير سكند، هاي الأوميجا. فالتي شو بتساوي؟ 2 باي على أوميجا. شوف ما أسهل الشابترز، شابتر جدا سهل. لا 2 باي على أوميجا، 2 باي اثنين باي على أوميجا، بطلع معي 0.369 ثانية. طيب فبالتالي الأف بتكون 1 على تي، وتساوي بقسم 2.71 سايكل بير سكند. فهيك بكون حلت المسألة. معنى هذا الإشي إنه هو عشان يوصل لا
تو سكسيسيف بيك، يعني عشان يروح ويرجع رجعة واحدة بسبب الفري فايبريشن بيحتاج 0.37 ثانية، يعني أقل من ثانية أو ثلث الثانية كان رايح وراجع، فشوفوا ما صار الحركة. أو بيعمل دورتين بالثانية، هاي دورة هاي الدورة الثانية، ودورتين فاصلة سبعة يعني هيك، فهي كاملة ثانية واحدة مثلا، مش لهون يعني ثلث دورة خلاص. انتوا عرفوا كيف، معروف كيف المصطلح. تمام، هذا هيك حل المسألة. طبعا هاي الدلتا، قال لي الدلتا وقال لي نوت، برش كأني بتذكر كان كاتب نوت انه الكي الناتج عن 1 كيلو نيوتن مش مكتوبة، مش موجودة بالأسئلة الثانية. هاي ريبيتد، قال لي المعادلة انه حكيناها سابقا، طلعت 60 37.5 الإكويفالنت، هاي الأوميجا. شوف الجاذبية بعوض 380 من 32.2، وهذا الجواب النهائي. تمام، فهيك هو هاي أفكار الشابتر. طبعا في ملاحظة كثير مهمة، طبعا راح نحكي كمان أفكاري هسا، في ملاحظة كثير مهمة اللي هو قانون الريسبونس اليو. هسا اليو لما بدك تيجي تحل لازم تخلي الزوايا بالراديان، أو تخلي الآلة حاسبة بالراديان بالأحرى، يعني مش تخلي الزوايا بالراديان. احنا قاعدين أوميجا تي، الأوميجا راد بير سكند مضروب في تي، يعني سكند في راد بير سكند بضل راد، تخلي الزاوية بالراد، فلازم لما أحل على الكالكوليتر تكون الزاوية بالراد. أي سؤال بتشوفه بالدجري حله غلط، كل شيء بالراد، فوحدة الآلة حاسبة بالراد، عشان هيك لما تيجي بدك تحل عوضت بالدجري مصيبة، ما راح يطلع معك جواب صح، فلازم تحل دائما بالراديان. كل أسئلة المادة هاي لحد هسه، نحن وصلنا بالمادة تقريبا 6 محاضرات، كل المحاضرات اللي أخذناها كانت الحاسبة بالراديان، ولا سؤال حليناه بالدجري، فركزوا هذا الإشي. طيب هسه هون في علم يعطيني سكشن الامبليتيود اوف موشن، قلنا الامبليتيود هو نفس اليو، بس هون شو الفكرة؟ انه حل المعادلة التفاضلية بطريقة ثانية، اللي هي الطريقة هاي، الطريقة هاي مش مطلوبة منا، رح ناخذها بالدامب سيستم يعني بشكل افصل، بس انه مش مهم. بقول لي افرض انه السيستم سي ساين اوميجا تي، وهذا الثاني اوميجا تي ناقص بيتا، حيث الزاوية بيتا والفا هي قوانينهم. كيف يعني؟ انه الفا شو بتساوي التاني لها؟ المقابل على المجاور، هاي الفا هايها، وبيتا عكسها، بس يعني انك تحل هذا القانون. وبقول لك انه الحركة سي في يو على سي كذا كذا، سي مع سي فحتطير، فبطلع نفس القانون اللي اخذناه في البداية، فهو نفسه يعني، بس فلسفة زيادة يعني. طيب فطلع مع هذا الاشي، وهاي الرسمة اللي حكينا عنها، هذا اليونوت، وهذا السي اللي هو الفاكتور اللي حكينا عنه، اللي هو الفاكتور المضروب بالاقتران. يعني احنا هاي بالاصل هاي تكون مثلا 1، هاي النسبة، هذه القيمة، بس لما يكون مضروب في فاكتور بصير 5 وهكذا، راح نحكي عنها بالهارمونيك لودينج ان شاء الله. طيب في عندي اكزامبل 3، اكزامبل 3 شو بحكي لي؟ بحكي لي consider the steel frame، هذا frame steel frame rigid with horizontal member which horizontal dynamic force is applied، في force applied. طيب بقول لي أوجد لي نفس الشيء natural frequency structure إذا أنت عملت فرضين the masses of the column are neglected. إحنا هون ما بدنا نحل ماس للكولوم، وهذا اللي راح نعتمده من هون لنهاية السنجل ديجري اوف فريدم، إحنا قلنا لازم يكون عندنا ماس واحدة. والإشي الثاني إنه الترابط، الترابط هو فيكست بيمنع الروتيشن، فالترابط إذا هاي فيكست إنه هاي فيكست، يعني أنا لما بدي أجي أعمل كي للكولوم هو عبارة عن فيكست فيكست، فهذا كم الستيفنس إله بكون؟ بكون عبارة عن 12 اي اي على ال تكعيب. طب هاي كيف اجت؟ طيب خلينا نقول لكم كيف اجت. هاي اجت كالتالي، انه انا عندي مومنت قيمته 6 اي اي دلتا على ال تكعيب، ايام ستراكشر فيكس ان مومنت كلنا نسميهم، وهاي نفس الشيء 6 اي اي دلتا على ال تكعيب. احنا قلنا شو تعريف الكي؟ هي الفورس اللازمه، او التربيع كانه مش التكعيب، التربيع، هي الفورس اللازمه بحيث انها تعطيني دلتا قيمته 1 كيلو نيوتن. طب شو بعمل؟ خذ المومنت هون بيساوي الزيرو، طبعا اف اللي هون نفس اف اللي هون برضه. يلا شو بحكي؟ مجموع المومنت هون بيساوي زيرو، اف في ال شو بيساوي؟ بيساوي زائد او ناقص، يعني ما هي كان محصل يعني الاشارات مش مهمه، الام هذا والام هذا بلفوا بنفس الاتجاه يعني، وبضربه باثنين فصف عندي زائد 12 اي اي دلتا على ال تربيع. شو بساوي هذا؟ زيرو، فاقسم على ال، فاف هاي الفورس هي 12 اي اي دلتا على ال تكعيب.
فهذا القانون من وين اجى؟ من هون. فدائما احفظها استصار للصفر سنة اذا عندي فيكست بين او فيكست كانتليفر، يعني ما نفس الاشي بيطلع معي. هذا بكون 3 اي اي هاي التكعيب. اذا كان عندي فيكست بيكون عندي 12 اي اي على ال تكعيب. طيب يلا، فهذا السؤال فيكست معطيني الوزن بير فيت، يعني هو معطيني الوزن على وحدة الطول، معطيني ستيل فريم دبليو 8 بار 24. هاي الفكرة بدي ارجع لمانيوال ستيل واجيب الاي اكس، هي كده كل الفكرة عشان اجيب اي اي. فانا لا، انا راح اخذها جاهزة هسه، مش هرجع مانيوال ستيل، هو موجود عندي مش هرجع له، يعني خلص باخذ الجواب من النكتة. ركز على الوزن، يعطيني وزن بوحدة الطول، يعني معطيني ديستريبيوتد لود، فلازم اقسمه على الطول. شو طوله؟ 25 فيت. يلا، فهذا كيف طريقة الحل؟ بقول لك الماس بده يكون دبليو على جي. دبليو لحاله قديش بيساوي؟ 200 على 25، تمام؟ على 32 بوت 2 في 12، قديش بطلع الدبليو؟ ليش ضربت ب 12؟ لأنه أنا بدي إياه بالوحدة الإنش، باوند لكل إنش. طلعت معي الماس رقم كثير صغير، 0.0207 هاي الماس. فبالتالي الكي الكي أنا عندي هون عمود وعندي هون عمود، فبالتالي هذول برر الاستراكشر، هذول برر الستيفنس. فبالتالي الكي اكوفلنت شو بتساوي؟ كي 1 زائد كي 2. طيب شو الكي؟ الاثنين فيكس والاثنين نفس الطول، فهي فعليا 2 كي. طب الكي لحاله شو بتساوي؟ قلنا 12 اي اي على ال تكعيب. طيب يلا، 12 اي اي، الاي للحديد هي 30000 او 29000، الاي من المانيوال، والال 15، طول العمود 15 بس 15 فيت، فهذا بده يكون 15 ضرب 12 الكل تكعيب. الاي معي والاي معي بطلع الكي، هيو بضرب الايكوفلنت باثنين، يعني هاي الكي اللي بطلعها بضربها في اثنين. ليش؟ انه عندي عمودين نفس الابعاد ونفس الخصائص. هيو الدبليو 5000، الاي 82.5، من وين جابها هاي؟ طبعا ليش 5000؟ هي 200 في 25. انا قسمت على الطول، اسف، لا انا الماس الدبليو وحدتها باوند كل فيت، فانا بدي اضرب في الطول عشان الفيت مع الفيت تروح. اسف جدا، انا قسمت، معناها مش هيك المصلحة صغيره، لا هي 5000، الاي 30000 كي اس اي او 30 في 10 اس بي اس اي. اما هون شو بتلاحظوا؟ عمل الكي كي 2 اي. ليش 2؟ لانه عندي نفس العمود، فضرب ب 12 عشان الانش، طبقت القانون طلعت معي الكي. بس اطلع الكي شو بعمل؟ اطلع قديش طلعت الكي، والله كي طلعت معاه 10.185 باوند لكل انش. شو بدي اعمل؟ اطلع الاوميجا اللي هي جذر الكي على ام، او الوزن اللي هو 5000 كنا عنه، على الماء على الجذر على ال ال اسف ضرب 32.2 ضرب 12 على الجاذبية، على الكتلة الوزن اللي هو 5000. هاي الأوميجا كم تطلع معي؟ تطلع معي 28.05، بده البيريود 2 باي على أوميجا. تطلع معي 0.22، والاف واحدة تي. تطلع معي هاي 4.46 سايكل بير سكند. هاي بس، هي كل الفكرة. طيب نحل المسألة هاي، المسألة هاي واللي بعدها ونوقف، بكون خلص الشابتر. بس نحاول نحل بروبلم، احنا هون نحاول نحل لنا كم بروبلم هيك حلوين بحيث ان تترسخ المادة. فنيجي لاكزامبل 4. اكزامبل 4 بقول لي اذا elevated water tank with capacity of 5000 gallon of water has an initial period in lateral vibration of 1 second when empty. When the tank of the full water, its period link
ثينز تو 2.2، يعني استطالت او زادت بمقدار 2.2، صارت 2.2. بتقول لي اوجد الكي والوزن، طبعا بتقول لي تجاهل الماس للسبورتنج كولوم، يعني هو بس بدي اشتغل الماس تبعتي، اما الماس تبعت الجسم ما بدي اياه عشان ما يصير سنجل ديجري اوف فريدم، على فرض انه ال 1 جالون بيساوي 8.34 باوند. يعني الفكره بعض السؤال انه انا انه عندي هذا الخزان المي بيحتوي على 5000 جالون من المي، طب قديش وزن الجالون الواحد؟ 8، فقديش الوزن؟ وهي كامل وهو فل، الوزن هو كامل من وزن المي، يعني نقدر نقول وزن الووتر شو بيساوي؟ 5000 ضرب 8. طيب 5000 ضرب 8.34 بيطلع معي 41700 باوند. ليش؟ انا هاي بالباوند. طيب شو بطلع؟ طلعت الوزن المي. بس شوف فكرة هاي المسألة، معطيني بيريود وهو فاضي، معطيني بيريود وهو فاضي. يعني انا هسه بدي قديش بس طلع الرقم، خلني اكتب فوق، طلع معي 41700. تمام، هسه شو الفكرة بهاي المسألة؟ الفكرة هون انه اعطاني الوزن وهو فاضي، اعطاني الوزن وهو فاضي، واعطاني الوزن بعد ما حطيت فيه مي. فبالتالي هون الوزن هو فاضي، الوزن امبتي، الوزن انفندي، وزن امبتي مجهول اسمه دبليو، ما بعرفوش، بعرفش الوزن هو فاضي. والوزن هو مليان بده يكون عبارة عن الوزن هو فاضي زائد وزن المي. هو ما قال الوزن هو فل، قال لي وزن المي لحاله وبتحمل 5000 جالون، بالتالي له وزن لحاله وله وزن للمي. طيب شو الفكرة؟ هذا وزن مش اوميجا، ما تخربطوش. فشو الفكرة بالموضوع؟ انه انا معطيني، يعني هاي معادلة فيها دبليو زائد كذا، وهاي معادلة فيها دبليو، كيف بدي احاول احل المعادلتين؟ معطيني ناتشرال بيريود وهو فاضي، وناتشرال بيريود وهو مليان، يعني معادلتين مجهولين. يلا ناتشرال بيريود تي بتساوي 2 باي على اوميجا، يعني اوميجا لحالها شو بدها تساوي؟ طبعا اذا اوميجا هو فاضي بدها تكون عبارة عن 2 باي على تي، 2 باي على 1، هاي اول وحدة وهو فاضي 2 باي، يطلع معي 6.283. وأوميجا هسا تي هو مليان، هي 2 باي على أوميجا فول، بالتالي أوميجا فول بدها تساوي 2 باي على 2.2. هو الزمن هو مليان، فقديش بيطلع معي؟ 2.855. شو بسوي هسه؟ طبعا بهمني الارقام هذيك، انا بهمنيش الستة والهاي، بهمني هذا العك اللي هو فاضي واوميجا هو مليان. انت بتلاحظوا اوميجا هو فاضي اعلى من هو مليان، اعلى من هو مليان اكيد. اوميجا هي سرعة دورانية او سرعة الحركة، يعني انا هو فاضي اكيد في اكثر، هاي 2.855 يعني سرعته هو فاضي اكيد، هو اصلا هو مليان، يعني منطقيا هاي اوميجا اي وهاي اوميجا وهو مليان. فبالتالي شو بعمل؟ شو الاوميجا لحالها؟ من 6.283 تساوي جذر الكي على ام، او جذر الكي مجهول معيش اياه ضرب الجاذبية على الام، على الوزن قصدي، الوزن قديش؟ هو فاضي دبليو مجهول. طيب والمعادلة الثانية 2.855 جذر الكي ضرب 32.12 على الوزن وهو مليان، واللي هو عبارة عن الوزن اللي كان بالأصل زائد وزن المي. اقسم المعادلتين على بعض، كي مع الهاض كامل بطير، فبصفي عندي 6.283 على 2.855 بتساوي W زائد 41700 على W، فبطلع قيمة W، طلع قيمة W. أحسبها بس. طب كيف أجت هاي؟ انقلب البسط مقام على إكس، شفت صار هو قديش طلع الوزن؟ 41700. بس دقيقة، شكله في خلل، ثواني بس مش فاكر هذا الرقم طلع معي. ستة
بوينت 2.83 مقسوم على 2.855 يساوي إكس زائد 41700 على إكس. طلع لي حاسبة قاعدة تشلف مش عارف معناها. آسف، هاي تحت الجذر، يعني لو بدي أربع هذول لازم أربع هذول. هو أنا هون جذر، أنا شايل الجذر بقول الجواب ما بيطلع معي، بتطلع معي دبليو بعد ما أربعهم، يعني بحل المعادلة هم مربعين. آسف جدا، بقول في إشي غلط. بدون تربيع هون طبعا، من شلت الجذر بدون تربيع بتطلع معي الوزن عبارة عن 10850. طلع الوزن، من الوزن برجع بعوضه هون بطلع الكي، فهيك انا حسبت وزنه فاضي وزنه مليان. خلينا نشوف الحل. قال لي هيو الوزن هو فاضي هالقد والوزن هو مليان هالقد، طبعا هون في عنده غلط، هاي 2.2. طبعا وصل لهذا القانون اخر شيء، 2.2 تربيع على 1 تربيع بساوي دبليو زائد 41700 دبليو، زي ما عملت انا بالضبط. وانا قسم دلاله الناتشرال بيريود وانا قسمت بدلاله الناتشرال فريكونسي، فلما طلع الوزن عوضته باي معادله فيهم طلعت الكي. هاي الفكره زي ما شرحت لكم. اخر مساله راح تكون بهذا الفيديو هو عباره عن بيعطيني فريم ستيل فريم هاز ريجيد دبليو، معطيني دبليو بقول لي وزنه 1000، معطيني الوزن. Experimentally it has been found the natural period of lateral vibration is 1 على 10 of second، يعني ايش ال t 1 بالعشرة 0.1. It's required to shorten or length its period 20% by adding weight or strengthening the column or strengthening the column. شو بقول لي determine the additional weight or additional stiffness neglect the weight of the column. أكيد نفس الفكرة المسألة هاي بنفس الطريقة، قال لي في عندي زيادة في البيريود أو نقصان في البيريود، بس إذا زدت البيريود تكون التي عندي بقيم زيادة بقيمة 20%، يعني 0.1 زائد 20% من ال 0.1 بتطلع معي كم؟ 0.12. هاي شو فكرتها؟ طلعت الناتشرال بيريود اللي هي 0.12 بتساوي ايش؟ 2 باي على اوميجا، 2 باي على اوميجا. بطلع اوميجا لحالها قديش تطلع معي؟ 2 باي على 0.12 بتطلع معي الاوميجا 52.35. هو ما بده الهاي، بده الزياده في الوزن. الجذر الكي على ام، جذر الكي على ام، الكي مجهول ضرب 32.12 على الوزن زائد التغير في الوزن. هيك هي فكرتها، هو بده زيادة الوزن additional weight. بس دقيقة في مشكلة بالكي، حسبت الكي الأصلية، الكي الأصلية اللي هي من السيستم الأصلي. الكي بحسبها من وين؟ من السيستم الأصلي بدون أي زيادة أو نقصان، ما هو ما بتغير. قديش طلعت معي؟ 10000. فلما زدت الوزن هي شو حل هون؟ لما زدت البيريود بمقدار 10% فقديش كانت؟ 0.12. تمام 0.12. فهيك انا شو بعمل؟ بسبب زياده الوزن زادت البيريود، فشو عملت انا؟ طبقت الكي على في الطول زائد زياده الوزن، فزياده الوزن كم كانت؟ قلت هسه اذا انا قللت البيريود يعني صار اسرع، فانا زي كاني قويت الكولوم. فلما اجي اقوي الكولوم يزيد دلتا كي، فنفس الفكره هاي بس انا بدي اقلل البيريود، يعني بدل ما تكون 0.10 0.1 بتصير بعد النقصان 0.08. فشو بدي تساوي؟ نفس الشيء 2 باي على اوميجا، بطلع الاوميجا والاوميجا اللي طلعتها بتساوي جذر الكي زائد دلتا كي لزياده الكولوم، والكي هاي مين؟ اللي هي الاصليه، ودلتا كي بدي اياها ضرب كذا 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 على الوزن الاصلي، على الوزن الاصلي. شو هيك بقدر اطلع زياده في الكثافه. فهيك انا بعرف بسبب زياده الوزن كم صارت الناتشر بيريود، وبسبب زياده الهاي كم صارت البريود. السكشن اللي بعده لا خاص لجماعه البرمجه، اذا بدي احسب السنجل ديجري اوف فريدم باستعمال الماتلاب كثير بستفيد من الماتلاب، ممكن نحل الاسئله اللي قدام باستعمال الماتلاب، كيف نرسم الرسمات
سنجل ديجري اوف فريدم، ولاحظوا زي ما قلت لكم كيف بنزل وبطلع. ان شاء الله يكون شرح التشابتر كان ممتاز يعني، وفهمتوا كثير مصطلحات. ان شاء الله يعني في الاسئله هون راح نحسب ايش الريسبونس. ايوه يعني هسه احنا شرحنا كيف نحسب الاوميجا والكي، هذا الشيء اللي بهمنا. هسه بهمنا كيف نحسب الريسبونس. ان شاء الله بكون في الفيديو الثالث راح نحل كم بروبلم يعني مش كلهم، لانه في اسئله مش منا اصلا، مش مطلوب منا، ويعني شبه تعجيز يعني. اذا بتعرفوا زي كل كتاب في مسائل مش على مستوى الطلاب، مع انه احنا طلاب المفروض نحل اي مساله بتجينا، بس مش مهم يعني. طيب، وبالتوفيق للجميع، وان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عباره عن شرح على حساب الريسبونس قبل ما نفوت بالشابتر الثاني. هذا سمري، حكينا عنه المعادله المهمه، حيث الـ A هي هالقد والـ B هالقد، او اذا بدنا نعمل سمبليفاي لها وبس. يعطيكم العافيه.